اكيد المواجهه ما راح تكون مواجهه سهله، مواجهه صعبه، خاصه مع حامل لقب النسخه الاخيره المنتخب البحريني. المنتخب البحريني منتخب قوي، بس باذن الله راح نتعامل مع المباراه وراح نعطي كل ما عندنا في ارضيه الملعب لكي نتجاوز منتخب البحرين والوصول للنهائي باذن الله تعالى. دائما الجماهير العمانيه ما تقصر في كل المحافل اذا ما كانت في ارضيه الملعب من خلف الشاشات. نتمنى ان شاء الله الحضور الجماهيري راح يكون في ارضيه الملعب، وانا متاكد من هذا الشيء ان الجمهور راح يكون الداعم الكبير لنا في هذه المباراه. باذن الله ان نقدر نفرحهم ان شاء الله ونوصل للنهائي معاهم باذن الله تعالى. كما قلت المنتخب البحريني منتخب قوي، ومن الثلاث المباريات الماضيه هو طبعا الافضل، لكن احنا عازمين ان نتخطى هذه المباراه، وباذن الله راح تكون لنا وجه، راح يكون لنا وجه مغاير. احنا كلاعبين عازمين الوصول للنهائي، وان شاء الله راح نقدم كل ما عندنا. من المباراة القادمة راح يكون لنا وجه مختلف، المدرب أعطانا بعض التعليمات أن نظهر بشكل مغاير عن المباريات الماضية. إن شاء الله يكون لنا كما قلت وجه مختلف، وبإذن الله راح نكون بالنهاية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد مباراة راح تكون مباراة كبيرة بين منتخبين معروفين في الخليج، مباراة راح تكون مهمة للفريقين، مباراة ما تقبل القسم على اثنين. منتخب البحرين حامل البطولة الماضية، منتخب مقدم، أعتقد يمكن منتخب اللي كان مقنع طول الجولات الثلاث، لكن هذا مش مقياس. اليوم مباراة دور الأربعة راح تكون مباراة مهمة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للفريقين بإذن الله إن شاء الله.